السلام عليكم، تحياتي لكم اخوان، نهاركم مبروك. جيت نوضح لكم بعض الامور. الاخوان، انا والله القسم ما كنعتبركمش انكم متابعين ديال الصفحه، كنعتبركم خوتي واصحابي وحبابي، وكندوي سبونطاني واللي على قلبي على لساني، وبزاف ديال الناس كيعرفوني شنو كنقول. بالنسبه للفيديو اللي مشيت عند الاخ عارف، انا عارف بصح حيد الحمام الاخوان، وبالنسبه لعارف راه حيد الحمام، اي حيد الحمام، وانا غنقول لكم علاش. بالنسبه لذاك الفيديو الاخوان اللي حطيت لكم السجاني خوا، وراه خدينا عنده تبارك الله الحمام كامل، وكتعرفوا اي حاجه كنديرها مثلا متل مثلا نافق ما كنخدع حتى شي واحد، داكشي اللي كاين كنحطه. بالنسبه للفيديو التوضيحي غيكون بعد قليل الاخوان. بالنسبه لعارف صافي راه حيد الحمام، وانا غنقول لكم علاش، سمعوني مزيان. السيد بغى يرتاح واحد شويه، بغى ياخذ عطله لراسو، بغى يدي فوله، بغى يتفجج، وعيط ليا الو خويا مهدي عندي شي حميمات بغيت نبيعهم. مشيت عنده وخديت عنده تبارك الله الحمام كامل، وهو دابا راه في عطله، ومن بعد غيعاود يريكيبيري. اما دابا راه غادي يستريح واحد شويه، وراه هضرت معاه البارح وحطينا بعض النقاط. عيطوا ليه شي اخوان، الله يهدي الجميع، كاين اللي كيقول الخير وكاين اللي كيقول الشر. هو عارف راه خونا ومولوع ديالنا، وتبارك الله الحميمات ديال الزاجل ديال الالوان راه كنجيبوهم من عنده، وما سخيناش به، راه انا ما ساخيش بانه يحيد الحمام، وانا اللي كنقول ليه راه فاش تقديت الحمام قلت ليه والله القسم قلت ليه راه ما سخيناش بك، قلت راه ما سخيناش بك تحيد الحمام اخويا عارف. المهم داك الفيديو اللي درت ان الحمام صافي دابا راه حيد. المهم راه غادي يريح هو واحد العطله، غادي يستريح واحد شويه ريكيبيري، راه تماره والله يحسن العوال الجميع. راه غندير لكم فيديو من ورا هذا توضيحي باش تشوفوا كل شيء. تحياتي لكم، اخوكم مهدي كيهضر معكم من القلب، ما تينافقكم، ما كيكذب عليكم، ما والو، وكنحبكم، كنموت عليكم، وتسناو فيديو بعد قليل من عين عوده. حنا دابا راه جينا من فيديو راه صورته، ولا نحطو لكم. الى اللقاء.